تعالي يا أملة، تعالي ما تخافيش. اسمك أملة مش كده؟ خدمتك يا ست الهاني. حلو اسم أملة. البتاع ده يا معلم جامد جدي. اسمه ايه ده؟ ادرس قال لي ان اسمه تين تشوكي. تين استنى احنا كنا حاجه نفس الفصيله، بس كان اسمه تين بيومي تين بسيوني. اسمه تين بشرومي. اكزاكتلي بشرومي. الفصيله دي كلها حلوه باين عليها، بس عارف ده طعمه احلى بالرغم ان في حصى بيخش في السنان زي الجوافه، بس ربنا ما بيديش كل حاجه. بقول لك ايه، هات الريموت من عند رجليك. ايه انت هتستعبط؟ انت سمعتني كويس، هات الريموت من عند رجليك. جوني انا مش قادر. انت بقيت ليزي كده ازاي يا ابني؟ انت لو اتشلبت هجيبه ده عند رجلك اهو اهو. طب خلاص ما دام الموضوع سهل كده اتفضل انت قوم هاته. تعال معايا. طب بص، سي ان في ناموسه ورثتك في رجلك، هتروح تهرش بدل ما تهرش هات الريموت. جوني انا تعبان. اشلي اشلي ايبود وسماعات. طب توماس اخر حاجه، ممكن لو سمحت بس تديني المخده اللي عند رجلك برضو علشان ارميها على اشلي فهتجيب لي الريموت فاقدر اغير. جوني فكك مني، انا عايز استريح. ده انت الشاب التقيل. استريحت؟ انا مش اي انا مش انا الفيلم ده عجبني، انت مش عاجبك قوم انت بقى هات الريموت. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ماما مسافره الصين عندها ميتنج هناك. طب وايه المشكله؟ ما تخلي الست تفرفش، يعني تجيب موبايل تقليد حاجات مضروبه ولعات. مش دي المشكله اصلا، المشكله في سوق. سوق اختكم مالها؟ مش هينفع تسافر معاها طبعا، وهتجيبها على هنا. ايه ايه ده بجد؟ دي سوق جايه على هنا؟ ايه القرف ده؟ ايه على هنا فين يا جماعه؟ ما تخلوها تتنقل تقعد عند اي حد من قرايبكم في امريكا. مش هينفع يا جوني، انا خالتي بتطلق ومرات عمي بتولد والولد عنده مشاكل في ايديه على فكره اصلا مام حجزت لها وجايه كده كده. او ماي جاد. بصراحه يا جماعه انتوا يعني بسخافتكم وتقلكم ده ما تجوش حاجه فيها، دي تقيله جدي. هتتنقل تقعد هنا قد ايه؟ 2 ويكس. وجايه امتى؟ بعد بكره الساعه 10 الصبح. ده هيبقوا اسبوعين يعني. بقولك يا معلم ازحمني الاسبوعين دول شغل، شقيني 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 طين يا معلم، رايح جاي بيه، عايز اجي تعبان انام على طول ما تخافش. اوكي اوكي. هات الريموت بقى عشان نغير القناه. لما يكون عندكم فراخ ملوخيه نجي فزاع. انت يا ده فزاع، راح فين الواد ده؟ اصل فزاع يا كبير راح مع توماس واشلي المحطه عشان يستلقوا اختهم الصغيره. كان بيت ابوهم يعزموا فيه الناس وياخدوا فزاعة معاهم كمان. معلش يا كبير، دي ضيفة بردك واكرام الضيف واجب. على قولتك، ليها عندينا ايه غير ماكلتها ونومتها؟ يلا كلها يومين وتمشي. تعالي استنى بين انهم جوا هم. تعالي يا سو ادخلي. تفضلي يا حبيبتي. ايه المكان المقرف اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ وبعدين الشنط بتاعتي ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ انت يا بني ادم. ايوه. ايه ساعه قبل ما تجيب الشنط من العربيه؟ معلش اصل كانت تقيله قوي وكنت يعني بريح ضهري حبتين. طب مشغلينك عندهم ليه ما دام انت تعبان ومش قادر كده؟ الله يسامحك، امر الله. ايه الهمجيه دي؟ الشنطه فيها حاجات ممكن تتكسر، يعني انت مش المفروض ترميها بالغباء ده، فاهم؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بتقول ايه؟ ما بيقولش حاجة يا سو. يلا يا فزاع امشي انت. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ حد وجه لك كلام؟ انت غريب قوي. وبعدين يمشي كده ويروح على فين؟ ايه انا هطلع الشنط دي لوحدي؟ يلا طلع الشنط على اوضتي ولا تعبان؟ معلش يا فزاع، اصل سو اختي نرفوزة شوية. لا مفيش مشكلة، حصل خير عندنا زي كده. يلا انتوا هترخوا، طلع الحاجة على اوضتي. اوضتك دي اللي هي فيا. طلع الحاجة على اوضتي انا يا فزاع. امرك يا ست اشلي. وانت هتنامي فين؟ يعني هنام فين يعني يا سو؟ اشلي معاك في الاوضه طبعا. معايا في الاوضه ازاي؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبش حد ينام معايا في اوضه واحده. حد مين يا حبيبتي؟ دي اختك، وبعدين دي اوضتها شرحه وبرحه وترد الروح.
ايه دي؟ دي هدية مرات اخو جوني. وات ايفر، المهم انت دلوقتي هتنامي فين؟ يا سوي حبيبتي كده مفيش حتة انام فيها. مش مشكلتي، دي مشكلتك انتي، اتصرفي، نامي في اي حتة تانية، ما انت عارفة اللي انا جاية. انت عارف اوضتها فين؟ عارف. طب يلا تعالى ورايا. امر طفولتك. ايه البت اللي معقربة دي؟ لا ريلي في حاجه غلط يا معلم، في حاجه غلط. جوني انا تعبان قوي على فكره، انا عندي سخونيه وعندي دوخه وعندي قيء. كفايه عرف، بليز بلاش الفاظ، بلاش. انا عارف انك عيان خلاص، وانا زيك برضو. واشلي كمان من ساعة ما رجعت من بره ما خرجتش من الحمام. حبيبتي اشلي، تفتكر يكون في وباء بيجيب للناس اسهال لحد ما يموتوا؟ لا انا شاكك في التين التشوكي اللي احنا عمالين بناكله ده. ليه يا معلم؟ احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه وزي الفل. ويمكن عشان احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه. تفتكر؟ اكيد. او ماي جاد، خير يا دكتور؟ طمني. عندهم حساسية مفرطة من التين الشوكي، وللأسف الحساسية دي معدية جدا. يتعزلوا الثلاثة في أوضة ومحدش يخش عليهم. تدي لهم الدواء ده والسقسقة 3 مرات في اليوم. ليه؟ السقسقة. والسقسقة دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سقسق لهم وهم بياكلوا. أنا زهقت. الدواء ده يجي بسرعة وياخدوه. لو حصل لهم حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. كنت على دكتور. أيوة. أنت زعلان مني في حاجة؟ يعني شايل مني مسود من جوا في حاجة؟ لا. قول ما تخافش، مش عشان أنا كبير ممكن أتويك هنا. قول. لا هو أنا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، أصر إني أخش المعهد. معهد إيدي اللي هيطلع دكاترة؟ مين ده؟ الدكتور قال لك ايه؟ قال لي اتعزلوا. شوفي خليهم الثلاثه يناموا في اوضه جوني. ماشي. طب انا هنام فين دلوقتي؟ مش احنا قلنا يا حبيبتي انك هتنامي في اوضه اختك اشلي؟ تيوبيت، ما هي دلوقتي اكيد مليانه فيروس وانا كده ممكن اتعدي. ايوه صح، البنت دي عندها حق، خليها تنام في الفسحايه هنا. بيقول الظريف ده. بعدين ما وجهتلكش كلام، فلو سمحت ما تتكلمش معايا. اسمع يا بنت دي، البيت ده كله تكون وانا كوم تاني، حسك عينك تكلميني بديه مرة تانية. خلاص يا كبير، دي ضيفة برضك. خلاص يا حبيبتي، عندينا اوضة تانية ان شاء الله. اوضة ايه دي؟ اوضة الكبير قوي. بتقول ايه يا بقرة انتي؟ هو اي حد معدي ينام في اوضة كبير قوي؟ معلش يا كبير، دي عيلة ما هتستحملش تنام على الكنبة. تستحمل ولا ما تستحملش، ان شاء الله تنام في اي داهية. مين دي اللي تنام في اي داهية؟ انا ما بوجه لكيش الكلام، لو سمحت ما تكلمنيش. يا كبير، دي عيلة صغيرة. دي عيلة صغيرة دي ولية مسخوطة. طب عشان خاطري يا كبير. لا. طب ورحمة أبوك يا كبير لا توافق. اعمل اللي انت عايزاه يا هدي. نظراتها مريبة البت دي. شفت يا حبيبتي تصرفت لي كيف؟ ده أوضة الكبير قوي دي، أحلى أوضة عندينا، بس ما تغلاش عليك يا قمر، أوضة شرحة. خلاص، ما ترغيش، فين الأوضة دي؟ الأوضة اللي في الوش دي. طيب اطلعي بقى، انقلي الحاجة بتاعتي من الأوضة دي للأوضة دي، ماشي؟ يا جبروتك. استغفر الله العظيم يا رب. الفطور يا هدية. بصلك زهلي يا بنتي. أنا حرة أبص في الحتة اللي أنا عايزاها. أدي الفطور كله أها. عاملة لك فطور النمائيه ملوكي. تعالي يا حلوة هنا أقعدي جنب عمك الكبير. أوف إيه الريحة دي؟ أنتوا هتأكلوني إيه؟ تلقاها بس المفتقة، أصل الحلبة بتاعتها زيادة شوية، والباقي زي ما أنت شايفة مش ف
فول، عسل بالطحينة، بيض عيون مفقعة، بيض مكحرة. لا 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 لا، أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي أنت بتقوليها دي خالص. أنا هاكل من القرف ده. قرف إيه يا مفعوصة أنت؟ إحنا ناكل أكل بهايم ولا إيه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، أنا ما وجهتلكش كلام. طيب يا حبيبتي، أجيب لك جبنة بيضة؟ ممكن. طيب هروح أجيب لك رغيف عيش وحتة جبنة بيضة من الصفيحة. صفيحة إيه يا هدية؟ ما تقفلنيش. بصي هاتي الجبنة من غير ما تحكي لي أي تفاصيل. من عينيا، وبالمرة طلع الفطور للعيانين. خلي بالك ما تدخليش الأوضة لا تتعدي وتعدينا كلنا. ما تخافيش، هحط لهم الفطور قدام الباب. بتردي على الهتيرة دي؟ يبقى انت ما بتدخليش جديها اكسر الطبق على نفوخك. طب اكسروا كده على نفوخي وانا احبسك. يا بنت جبت القدرة دي من ايه؟ أنا خايف يكونوا مش معقمين البتاع ده. مش بعيد يكون كان في يوم من الأيام تحت لسان أشرف ولا فزاع. ياو. طب أقول لك، حط أنت تحت لسانك عشان أنا بقرف، وأي درجة حرارة هتطلع أنا راضي بيها، ما أنا زي زيك. إيه يا جوني ده، أنت بتجرف فيا. يا توماس يعني أنت هيجرى لك إيه؟ ما أنت عيان خالص وبتموت أهو. لا يا عم، مش عايز. يا سي جوني. الوكلة هاها على الباب، حد يجي ياخده. مرسي يا هدية، مرسي. بقينا بنتعامل زي المساجين والمعازيل. توماس توماس توماس، بليز بليز، قوم قوم قوم، هز طولك، قوم يلا، قوم هات الأكل من ورا الباب. أنا الحمى هداني. لا ريلي هداني. يعني أنا لسه سليم يعني يا جوني؟ ما أنا كمان الحمى هداني. أقول لك، قولي الأشلي. أشلي أشلي، ما تستعبطيش انت صحكة. ايه ده، انت عرفت منين؟ ما هو باين 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 عليكي فيك قوي يعني. ما حدش بينام بيبقى نفسه عامل كده ولا وشه عامل كده. يا جوني انا مش قادرة ارفع ايدي، هقوم ازاي يعني من على الكنبة؟ خلاص خلاص، موت بالجوع عشان كلكم كسلانين. توماس توماس، ايه؟ هات الريموت. هو ايه؟ هات وخلاص. يا هدية يا هدية، ايه القرف ده؟ انت اللي اسمك هدية؟ ايوه يا حبيبتي، في حاجة؟ الاوضة دي ما تنضفتش ليه؟ وشنطة الهدوم بتاعتي ما حدش شال حاجات منها وحطها في الدولاب ليه؟ حاضر، انا هشيل لك الهدوم بتاعتك في الدولاب. والأوضة دي هتنضف امتى بقى؟ بكرة الصبح ان شاء الله لما تاجي ام بعبيكة هخليها تعمل لك اوضتك اول اوضة. ايه؟ وانا هفضل في القرف ده لحد بكرة الصبح؟ قرف؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ نضفيها انت. ايه؟ ايه، انا قلت حاجة غريبة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اقفي عوج واتكلمي عدل. انا هنا ست الدار وانت هنا ضيفة، والضيف عندينا ملهوش غير الادب. يعني انت تقصدي ان انا مش مؤدبة؟ ايوة طبعا، قليلة الادب والرباية كمان. انا قليلة الادب يا جهلة يا متخلفة. انا جهلة ومتخلفة؟ ايوة انت جهلة ومتخلفة وطارة كمان. توماس توماس، ايه يا عم انت، في ايه في ايه؟ دي خناقة تحت ولا دي هلوسات حمى؟ هي كده تقريبا. هي ايه، هلوسات ولا خناقة؟ خناقة يا جوني، خناقة. ايه ليه يعني؟ مين انت بتضربني؟ توماس توماس يا جوني، انا جنبك بتضرب ليه؟ قوم شوف الخناقه دي. طب ما تقوم انت، وكل ما اقول لك حاجه تقول لي قوم انت. طب ما انا تعبان يا جوني. دي مين تريني؟ دي مين تريني؟ عليا ولا تقولي لي بقدر؟ الكبير بس هو اللي يقول لي بقدر، سامعاني ولا مش سامعاني؟ لا انت بقى اشلي اشلي. جوني مش قايمه. انت عارفه انا كنت هكلمك في ايه اصلا؟ انا كنت هطمن عليك. انت جوز كلاب. توماس ايه؟ وما هتلاش ليه يعني؟ مين انت يا تسكوف انت؟ يا بنت ده انت قدك ده، انا لو سفخت الكف هموتك في يدي. موتيني ده ايه ده، انا اوديكي في داهيه. انا عاوزه اروح فيكي في داهيه. مش كفايه مستحملين قرفك من ساعه ما جيتي؟ كمان هتغلطي فينا يا بزوايا انت. احترمي نفسك بدل ما اطلب لك البوليس. انا عاوزك تطلبي لي البوليس والناين وان وان كمان، عشان ياجوا يلموا جدتك اللي هقطعها قطيع بسناني حته حته. ويكون في معلومك، اذا كان اهلك ما ربوكيش في امريكا، احنا هنا هنعرف نربوك صح. انا
اسمك ايه؟ خضيتني يا شيخ، خضيتني يا شيخ. كنت فين؟ الفطار فين؟ خلاص خلص بح يا نغنوغه. خلص يعني ايه؟ وانا هاكل ايه؟ خش المطبخ دوري في بواقي الوكل يمكن تلقي حاجه تاكليها. انت يا بابا انت خلي بالك، انا واقفه هنا. هديه، فين الجبنه اللي انت جبتي لي منها امبارح؟ في الصفيحه. طب ممكن تدخلي تجيبي لي منها حته او عيش؟ الصفيحه عندك هناك في المطبخ، لو جعانه خش انت هاتيها. انتوا فاكرين يعني عشان انا قاعده عندكم تقدروا تتحكموا فيا؟ على فكره انا اقدر اعتمد على نفسي واجيب كل اللي انا عايزاه. يا واد يا اندبندنت. يا لهو بالي، تسلم يدك يا هدية، ده انا بطني طقللت من كتر الوكل. بالهنا والشفا يا كبير، مطرح ما يسري يمري. بس انت عملتي وكل كتير قوي ليه؟ ده احنا تانيين بس هنرمو البوقي. معلاش يا كبير، كله من فضلة خيرك، عبال ما تغسل يدك اكون انا عملت لك الشاي عشان تحبس. لا شاي ايه؟ وانا في مكان في بطني، هاتيلي فوار عشان افك. من عينيا يا كبير. جعانة قوي يا كبير، والله حرام اللي احنا بنعمله فيها ده. حرام ايه؟ دي بنتي عنطوزة ومن خير على الفوق، احسن عشان تتربى. هدية هدية، انت مش قلتيلي ان البنت اللي هتنظف هتيجي امبارح؟ ما هي جات امبارح. طب ليه ما قلتيلهاش تنظف الاوضه بتاعتي؟ ما انت كنت نايمه. طب ليه ما صحيتنيش؟ مش انت قلتي ما عاوزاش حد يصحيكي؟ طب مش ممكن تكلميها وتيجي تنظف الاوضه؟ لا طبعا مش ممكن، عشان دي بتجيلنا من اخر الدنيا، وبعدين معاهاش مبير. طب هي هتيجي امتى تاني؟ اول الاسبوع اللي جاي وعليكي خير. اول الاسبوع الجاي؟ والأوضة بتاعتي هتفضل كزرة كده لحد الأسبوع الجاي؟ هنعملوا إيه يعني؟ أدي الله وأدي حكمته. أنا هنضف الأوضة بنفسي. إيه تاني؟ أنا هحتاج شوية حاجات عشان أنضف الأوضة. هتحتاجي إيه يعني؟ منفضة ريش، ومكنسة كهربا، وديتول، وزعافة. من عيني، وما عاوزاش معطر جو كمان. ايه ده؟ اهو ده اللي حدانه. طب وانا هنضب بيهم ازاي دول؟ دي تكنسي بيها، ودي تمسحي بيها، ودي تنظفي بيها. اتلافي. وبقي كنسي الاول قبل ما تمسحي عشان ما تطينيش الدنيا. فهماني يا بزوايه؟ وكنست ولا مو بعبيك الشغال؟ احسن تستاهل. بس بامانه يا كبير، البنت صعبت عليا قوي. ما يصعبش عليك يا غالي، دي بنت جبروت،
عايز اضرب البلغ على نفوخة عشان تنعدل وتبقى عادية. ووه دول قالوا الكهرباء هتتقطع النهاردة يجي 3 ساعات. احسن بردك الواحد يعرف ينام في هدوء. تصبح على خير يا ولي. وانت من اهله يا كبير. ميه انا سو. نعم. اصل النور اتقطع وانا بخاف انام لوحدي في الضلمه. يا حبيبتي طب تعي نامي معانا. تجي تنام فين يا هتير انت؟ يا كبير البت خايفه تنام وسطينا. معلش لو سمحت وهوعدك اول ما النور ما يجي هروح على اوضتي على طول. ماشي خش. أنا هنام دياركم هنا على الكنبة. هدية هو بيشخر. واه بت اتخندي عاد اتخندي. ثانك جاد. لا ريلي ثانك جاد ان احنا خفينا. انا كنت فاكر ان هفضل طول عمري محبوس في الاوضه دي. يا جماعه انا جعان قوي انا عايز اكل دلوقتي حالا. وانا كمان هموت واكل. هاي شطوره. يا الف حمد لله على السلامه. يا الف حمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه يا سي جوني. حمد لله على السلامه يا سي توماس. حمد لله على السلامه يا اختي يا حبيبتي. مش سيء. لا بقى ده احنا النهارده نطبخ لكم حاجه ترموا بيها عضمكم. انت يا نعناعه. انت يا بنت. ايوه يا ابله هديه جاي اهو. تعالي هنا. سو كيوت. اشوفك بعافيه. سو كيوت. هي مين دي؟ مش عارف بس شبهك قوي. شبه انا؟ بلوندايا. غريبه يا جماعه دي عارفه اسمينا كويس. انت عبيط يا ابني؟ انا العمده يعني اشهر واحد في المنطقه دي كلها وانتوا كده كده ماشيين في ديلي فاتشهرتوا. anyway فين سو؟ سو؟ شوف يا سي جوني هتسمع خبر جميل بعد نقطتين. يا اما يمين يا اما شهرين يا اما سنتين يا اما قرنين. ايه المده المطاطيه دي كلها؟ ما اكيد هتلاقي اسمع خبر في الوقت ده كله. قرأت المج انجزي. أنا بقالي ساعة شربت 5 فناجين قهوة وأنا ما بشربش بن من أساسه، بيجيب هالات تحت العين وأنا بشتري دهنية. كل حاجة باينة في الفنجان أهو خلاص. إيه؟ الفنجان بيقول إنك جاي من سكة سفر بعيدة. Let me guess. أمريكا مثلاً؟ أنا موهوم جدي. وبيقول كمان إنك مسافر لحد من لحمك ودمك ولا عمرك شفته ولا عمره شافك. أوه ماي جاد. بصي انا ايدي بتعمل ازاي؟ يا ساتر يا رب. خير؟ الفنجان بيقول ان في حد هيجي يطلب منك طلب ولو ما نفذتهوش هتقع في مصيبه كبيره. انسي الموبايل مش هديهولك هديه. ليه يا جون انت هتستخسر فيها يعني؟ سيس قوي يعني دخلتي لي بالحنجل والمنجل وال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الكبير هنا؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومهفر ليه كده؟ انا واقع في مصيبه ومحدش هيعرف يحلها الا انت وجوني بيه. مصيبه ايه يا دي يا فزاع؟ الواد فهيم اخويا الله يجازيه. الواد باقي له 6 سنين قاعد في قنا خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك. قال لي روح اخطبها له. قابلنا ابوها وابوها ده ايه؟ ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا ولد ابوي الناس دي مش من توبنا. قال لي ما عجبوش الكلام اصله عليك منه هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص خلص هري خلاص الهري. عايز عايز فلوس؟ لا 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 فلوس ايه خيركم سابق. فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكله حاجه تانيه خالص يا جوني بيه. المشكله ان انا وانا قاعد مع ابوها عشان نخطبها له كيف ما الواد طلب يعني لقيته يعرفني ليهم على ان انا عمده المزاريطه. ولا فهيم ده الله يجزيه فشر فشر ومعار معر
الكذب ده في دمه، فانا يعني قلت ما احرجهوش قدامنا سايبه، ومشيت الليله عملت العمده وقرينا الفاتحه، والامور كانت ماشيه اخر حلاوه لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم أن يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع على اهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك. انت عارف يا معلم لو الراجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب وايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. هما انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك هنا في البلد؟ انت مفقوس موت انك مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزما العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه؟ ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هديه تعملها غداوه حلوه بيديك دي. وكمان عاوز تشغلني يا جزمه. مان الحزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقه بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص. وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجه زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير اول النهار، ما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجوده هنا. لا ما تقلقيش يا ست الناس، انا اتاكدت ان الكبير عندي بكره شغل ياما، شغل كتير، وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس حتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جوني بيه، الله يفتحها عليك يا ست الناس، ربنا يهديك، ربنا يفتح. ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي ينتحلها، انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا، انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقول للراجل كل حاجة، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجة تانية كمان. أمن الجناب. لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها؟ مفيش. دي أول وآخر مرة. قلتي إيه يا ست الناس؟ موافقة وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديكي، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه، الله. طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم يعني يبقى كتر خيرك والناس هنا تبقوا متنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايه بس هو مفهمهم انه دكتور. سلامة يا كبير، تروح وتاجي بالسلامة. الله يسلمك، ما عرفتش حد من برا وانا جاي. أعوز سلامتك يا أخوي. أنا رايح المركز، أجيب لك معي لوليتة. يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو أنت حتاجي ميتة إن شاء الله يا كبير. لا أنا هتأخر شوي، هطلع البنك الأول أجيب فلوس، بعدين أطلع الحاج عوض، أخلص معاه في موضوع طرمبات المية دي. وليه المشورة يا كبير؟ ما تخليه يجي لك هنا وتدي له الفلوس. الراجل كبير ومشاغله كثيرة، وبعدين أنت مالك من أساسه؟ إيه الرط الفارغ ده؟ كل ما أقولها كلمة ترد. ما تاجي يا حبيب، تعال باطي، تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خد لك حنان. لا 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 العفو بلا ما اخذ يا كبير، العربيه جنابك جد برا. اسمع ثاني مره تشوفني بتكلم مع ستك اقل حاجه 7 متر بيني وبينك. امر جنابك. لك كهيتي توقف. امر جنابك. مع الف سلامه يا كبير. طريق السلامه يا كبير. ودي يا فزاع، الناس هتهاجمت. الناس على وصول يا ست الناس، الولا فهيم ضرب لي تليفون وقال لي ان هم في اول البلد، فانا هروح استقبلهم. بس كان لي عن جنابك طلب صغير كده. ايه خبر جنابك؟ العباية الصوف الكحلية التقيلة اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. ها خبرها. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. اوه كانك اتجنيت يا فزاع، عاوزنا نجيب لك عباية الكبير؟ معلش يا ست الناس، الله يرضى عليك، عشان نظبط الحكاية صح. ده انت باينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف يا ضيف فزاع لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تقلقيش يا ست الناس، دفع علي. طب اتجرى قوام شوف الناس هتهاجميتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايوه فزاع انا وصلت خلاص. تعالى يا رباط خش. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ عين عليكوا برده. الدار دي انا قضيت فيها احلى ايام حياتي. يا سلام. لما كنت وانا عيل صغير كنت ألعب في الجنينة دي أنا وأبوي العمد الله يرحمه. الله يرحمه. الجنينة دي؟ أيوة الجنينة دي، أنا وهو وأخوي فزاع
فزاع. الحمد لله على السلامة. فزاع. كيفك يا فهيم؟ توحشتنا يا دكتور. توحشتنا يا اخوي. كيفك يا فهيم؟ كيفك يا فزاع؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرة البركة. الحمد لله على السلامة. كيفك؟ اهلا ومرحبا عروستنا الحلوة. اتفضل يا فهيم اتفضل ريحوا من المشوار جوا في الدوار. التمثال دي. ماله التمثال؟ فاكر يا فزاع التمثال دي؟ لما كان تحت منيه سلك الكهرباء العريان. وكنا نمسك انا وانت وعيال الكفر ونلعب بكهربا كهربا وكل يوم يموت واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيده وبارك. ايوه طبعا ومليت. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا فزاع؟ ما فاكر ايه؟ فاكر لما رحت اشتريت المصفى وابوك لقاها مخرم وقال لك رجاهي؟ ايوه طبعا وهنستعملوها كيف. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا ما فاكرش حاجه. اتفضل يا ست اللواء. ما تقلش على اخوك يا دكتور. بعيد عليك قبل زهيمه البدري. الحمد لله على السلامه. اتفضل يا عروسه. يلا رباب يلا تعال خش اسند عليكي بدل ما ينسانا. اتفضل يا باشا اتفضلوا. اقول لك ايه؟ استهدى بالله وحب على يدك. اهدى شويه بيلك هتوديني في داهيه. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. عيد عليكم برده. منور يا نظيم باشا. منوره باهلها يا عمده. او ماي جاد. ده العروسه الالمانيه؟ لا ليه؟ مش ده رودي فولر؟ ايه ده يا عمده؟ ايه ده؟ وانتوا عندكوا ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ده مش غريب. ده هيبقى جوني بيه. شريكو. شريكو؟ ليه ومتقاعد؟ ليه ومتقاعد؟ نظيم الاسيوطي بطل من ابطال حروب مصر. انا اسف يعني ايدي مش قادره تطول شويه. ليه؟ اصلها جت لها شظيه سريعه الطلقات من ايام كنت في حرب الاستنزاف في سيناء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما سيادتك بقى شغال معايا ايه؟ شغل. ايوه يعني ايه نوعيته؟ بزنس. ايوه فاهم. دول بيناتهم شغل كتير قوي. يعني عندك مثلا ملاهي المزرعه الجديده. ملها دي حتكون ملاهي على غرار ملاهي ديزني لاند بتاعت امريكا. بس حيزودوا عليها لعبه المنخ الودوده بتاع السندباد. جابها ازاي دي؟ خياله محترف. اهلا وسهلا. طب بيد الاموره دي؟ انا قريبته. ايوه ديت بقى ست الناس. ست هديه خالتي. خالتك؟ ايوه. بس انت مش ملاحظ عمده انها صغيره عليك حبتين؟ ما هو اصلها يعني. لا لا اصلها جدي وجدتي قعدوا 25 سنه ما بيخلفوش بعد ما جابوا ام الحاجه. وبعدين جت خالتي هديه بعد كده. بشار محترف. انا عيطت. اهلا 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 وسهلا يا ست هديه. يا ست هانم لو مؤاخذه دي على قد المقام مش قد المقام. ولزمه ايه التعب ده؟ ايه يا مش طايله؟ معلش الشخصيه مسمعها. اهلا بيكم وبعروستنا الحلوه. ما تتفضلوا يا جماعه تقعدوا متريحوا كده. يقعدوا فين؟ ده الوقت جاهز. هم بس يخشوا يغسلوا وشهم كده ويتفضلوا على السفره عشان اليوم يعدي خفيف خفيف. ايوه ايه قصدي يعني ناكلوا لقمه خفيفه كده. اتفضلوا يا جماعه البيت بيتنا. اتفضلوا يا دكتور. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور. نايس موف مان. دي راسه؟ لا شظية دخلت في كعب رجلي مش عاوزة تطلع. هتطلع هتطلع. بسلامة بسلامة نظيم باشا. اتفضل اتفضل منور. ابوس ايدك. لازم اتصور معاه. ده شبهه بالملي. مين؟ روبن ويليامز. اتفضل يا جماعة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الأكل الخفيف يا ستي هدية. ده ما شاء الله الأكل كتير وزي الفل. بس أنا مش هقدر آكل الأكل ده كله. أنا أصلي بصراحة من ساعة ما جات لي شظجة في البريء في حرب 73 وهي مقصرة فيا حبتين. معلش كل على قد ما تقدر. يلا يا جماعة مدوا يدكم ما تتكسفوش. لا تكسفوا كيف؟ ده البيت بيتهم. مد يدك يا عروسة. هو أنت ما بترديش ليه يا حبيبتي؟ هي بنتك ما بتتكلمش ليه يا نظيم باشا؟ هي واخدة شظجة في ال ما تاكلوا يا جماعه ولا الواكل ما عجبكمش ولا ايه؟ لا ما عجبناش ايه؟ ده ما شاء الله زي الفل وريحته مفحفحه. الا مين اللي طبخ؟ خالتي هديه. خالتك؟ يا سلام يا سلام الريحه جميله جدا. انت ليكي نفس في الطبيخ هايل. بالهنا والشفه. ده مش مقامكم ده. والله كنا ذبحنا لكم عجل. ربنا يخليك ويسعدك. ايه 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 ايه
أنا آسف يا جماعة، آسف يا دكتور ابني، لو سمحت هات لي المعلقة اللي وقعت. أنا أصلي من ساعة حرب الخليج كانت جات لي شظجة في الحوض مقصرة فيا حبتين. يا ساعة قد إيه؟ الراجل المشخرم ده كله شظايا. هنعمل له إيه طيب؟ هاتوا له مغناطيس يشفط الشظايا دي، خلصوه من آلامه يا أخي. هدي سلامتك يا رب. الكبير الكبير شوف عايز ايه؟ ما تطلع له انت يا اخوي. ماليش دعوه. مش انت اللي قعدت تقول لي مالكش صالح بالكبير ومصاريه ومتركيه؟ اطلع له انت تصرف معاه. انت يا بنت يا هديه. ما هو ما هو قال لي هديه، ما قالش يا جوني. قال يا جوني ما قالش. بعدين ما ينفعش اقوم، في رجاله هقعد لازم اقعد معاهم. يلا قوم. انت يا بنت ست هدية، يبدو ان في حد نابع صوته وبيندهلك، ويبدو ايضا ان هو عارف سيادتك قوي قوي، عشان كده بينده عليك ويقولك يا بنتي هدية يا بنتي هدية. لا هو مش يبدو خالص، هو واضح موت وكلنا واخدين بالنا ان في حد بيندهلها. قومي يا هدية شوفي الكبير عايز. ايوه انا جاية ها جاية، استرها يا رب. يبدو ان احنا نروح في 60 داهية. ايوه يا كبير. اديني ساعة عم بنده عليكي، خفيانة فين يا بنت؟ أنا جيت أهو. إيه اللي جابك بدري كده يا كبير؟ خلصت مشوار البنك وجبت لك الليلة اللي أنت عايزاها، لقيت نفسي مفرهد، قلت أرجع الدوار. بيني وبينك عملت بنصيحتك، كلمت الحاج عوض قلت له ياجي هو على الدوار، طلع بالصدفة جاي المزاريطة. إيه الصوت ده؟ في حد جوا في السفرة؟ أصلي مالك يا بنت مش على بعضك؟ شوف يا كبير انا هعترف لك على كل حاجه. اكسكيوز مي، ممكن بعد اذنك بس اخد صوره مع حضرتك يعني قبل ما اتفتح؟ اصل شبهه بالظبط. شبه مين؟ مدرس كان بيديني كيمستري في الهاي سكول. بتقولي ايه؟ او ماي جاد، فضحنا خلاص. طيب هروح اهضم بقى عشان اللقمه تقيله. هوب لا لا كمل كمل انت نظيم بيه، ما تاخذنيش يعني ما تنخلاش. ده سلوى بلدهم هيعمل رياضه وسط الوكل دي. قفز رايح فين بس يا كبير؟ رايح اطرد الناس اللي جوا دي واضرب فزيع واخوف من جزمه. احب على يدك يا كبير، بلاش فضايح، خلي اليوم ده يعدي على خير. خير ده انا حطين اشوفهم، حد قالهم يتفشخروا ويقول ان هم اللي عندهم اخوه، وانت كيف توافقي على حاجه كيفك ده؟ والله دهجوني حرام يا كبير، الواد فزع ده برضك واحد منينا، وانت ما ترضى لهوش الحبس والمرمطه، وهو وعدني انه هيقول الحقيقه بعد ما اليوم ده يعدي على خير ان شاء الله. برضك من سبب يا هديه من سبب. معلش يا كبير عشان خاطري، دول هم ساعتين زمن وهيتكلوا على الله، وبعديها ابقى اعمل في فزع اللي انت عاوزه ان شاء الله حتى تصلخوا. ماشي ماشي يا فزع الكلب. رايح فين؟ رايح اعمل الواجب، ابارك للعمده ونسايبه يا مري. كيفك يا عمده؟ كيفك يا فهيم؟ بالباط يا عمده. يا ابن جهنمك لابس عبايتي يا حلوف، بعد ما المول الدهي يطفط حجر مش رقبتك. منور يا كبير، تفضل. مبروك يا فهيم. الله يبارك فيك يا عم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش تعرفني على نسايبك؟ امال ايه؟ اللي هو نظيم ابو العروسه، وديك بنت عرباب العروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ما تعرفناش ببعض، بالرغم ان انت ماشي من ورايا ومن ورا قفايا، رايح جاي تعبط في ده وتدي ده من غير ما تعبرني. لا ما هو دوك مش غريب، ده الكبير عين اعيان البلد وجوز خالتي هديه. خالتك؟ ما شاء الله. ايوه خالته يا كبير، مش فزع وفهم يبقوا ولاد اختي؟ شوف ازاي. لعلمك فزع ده يبان كبير لكن هو عيل صغير، عايز اقول لك ان تحت العبايه المعتبره دي كفوله. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. تصدق ان انا يعني حابب ان انا ادي لك عبط من اللي انت اديتهم لي دول وكم باط، بس بصراحه انا مش قادر اقوم، عندي 270 شظيه داخلين في جسمي مختلفه الاحكام، وده لان اللي قدامك ده
بطل من أبطال حروب مصر السبعة، ابتداء من حرب 56 ومرورا بحرب 73 والاستنزاف، وانتهاء بحرب الخليج، ده غير لمؤاخذة في الكلمة حبة مقاومة كده في أفغانستان. طب وعدم المؤاخذة يعني هي كل الشظايا دي في حتة واحدة؟ لا متنطورين. يا الحمد لله الحمد لله، ربنا يعافيك. وبتشوف المؤمن مصاب في الأول وفي الآخر. والله وبجد جحش وكبرت وحتتجوز يا فهيم. خلصت المعهد ولا لسه؟ المعهد؟ معهد ايه؟ معهد ايه؟ أصله ما شافنيش بقاله كتير. داني بكالوريوس طب واخد الماجستير ودلوقتي ماشي في الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله، فهيم سرنجة بقي دكتور. شرنجة؟ قصة طويلة. وهو صغير كان يحب يجمع مخلفات المستشفيات اللي هي السرنجات دي ملوثة، يقعد يشكشك بها نفسه ويشكشك زمايله ويشكشك البهايم والكلاب في الشارع وينقل أمراض يعني. من ساعتها أطلقنا عليه اسم فهيم سرنجي. بس تعرف يا فهيم ابني، أنا مفتخر بيك جدا جدا جدا. أنت كده قوي، سبت أطيان أبوك العمدة وسبت كل اللي أنت فيه ورحت داخل على الطب، مخلص ماجستير دارس في الدكتوراه. أيوة أنا طبعاً عمري ما نسيت حلمي أني أكون دكتور عشان أفيد الناس وأخفف عنيهم، وده طبعاً بالرغم من أن أبويا مات الله يرحمه وفات لي فلوس وأطيان كثير. أيوة 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 فات لك ياما، الحج عباس فات لي الله يرحمه، ياما فات لك أطيان وحاجات ولا إيه يا عمدي؟ أيوة مالية منورين ونوركم غطى على الكهرباء. أيوة بمناسبة الكهرباء، مش وانا جاي الدوار لقيت سلك الكهرباء العمومي عريان؟ يا ترى مين اللي هيمسك السلك العريان؟ مين؟ يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك ويرحب بإدارك. يا سلام يا سلام، ايه الصورة العظيمة دي؟ ايه ده؟ هيبة وشيبة ما حصلتش الا مين دي يا فهيمة ابني؟ ده سرت ابويا الحاج الله يرحمه. الله يرحمه. فاكر يا فزاع؟ ما فاكرش حاجة. فاكر ايه؟ ايه خرطوم الذكريات اللي انت فاتحه ده؟ قصر يا فهيم قصر قصر وما توجعش دماغاتنا سايبك امال. الو يا حاج عوض، جاي النهارده ولا ما جايش؟ والله لساك في المركز. طب ايه هتركب وتاجي زي خبر الدوار ولا لا؟ مالي انا مستنيك. سلام سلام. خد يا بنت خد يا بنت، رايحه فين؟ هروح اجيب لهم الشاي. واه ده خمس دور شاي يطفحوه. وفيه ناس دي قاعده تحمل لحد متى؟ معلش يا اخوي زمانهم ماشيين. منورين منورين بوجودك يا كبير. ايه يا دكتور ليه قاعد كيف المتسلخين؟ قاعد في بيتي يعني. طب نستأذن احنا بقى يا جماعه، يلا بينا يا رباب. لسه بدري لسه بدري. بدري من عمرك يا كبير. يلا يا رباب خدي لك تفاحتين سلميهم في السكه. واه هتمشي دلوقتي يا عمي؟ هو انت لسه قعدت؟ وبعدين انا عامل حسابي انك حتبيت معانا النهارده وموظف اوضه الضيوف بنفسي. لا مؤاخذة ناموسه. لا نقعد ايه ونبيت فين؟ انا بصراحه مش عاملين حسابنا. مره تانية ان شاء الله. ايوه صح انت صح، تجوا مره تانية حتى تجوا اول اليوم فريش كده. طب تقعدوا تتفرجوا معانا على فيلم السهره. لا مؤاخذة لا مؤاخذة نحله. انت قول يا فهيم ابني، فيلم السهره ده فيلم ايه؟ فيلم الطريق الايلات، عجبوه النهارده على القناه السابعه. ما ينفعش يشوفوه. ليه؟ اول هم القنوات الارضيه بتجي عندنا مشوشه كلاتها، ما شغالش غير الهوت برد، ما ينفعش. ثاني هم الطريق الايلات تلاقيه شافه 100 مره قبل كده. بس انا بصراحه يا كبير يا ابني، اي فيلم بيفكرني بالحرب او مسلسل ببقى مبسوط جدا جدا جدا، وخصوصا الفيلم الطريق الى ايلات ده. بيفكرني بأيام جميلة جدا جدا جدا. ليه يا عمي؟ هو انت حضرت تصوير الفيلم؟
احكي لنا عاد كواليس الميكنج بتاعها. ايه ميكنج ايه وتصوير ايه؟ انا كنت واحد من الضباط اللي قاموا بالعمليه دي. انت تعرف الدور اللي قام بيه الضابط الممثل بتاع اسمه نبيل حلفاوي ده؟ ايوه انا كنت الضابط ده. حضرتك قلت بالحقيقه برضك نسور في الجو واسود في البحر. ايوه يا ريتني كنت معاكم. خلاص عياد ما دامك ده يبقى ثلاثة بالله العظيم لن انتوا قاعدين متفرجين معانا على الفيلم. ايوه بس يعني ما بستش ولا حاجه يا عمي. واه الشاي كمان جاها. عبال ما نشرب الشاي يبقى الفيلم قرب. عنك يا خالتي. لا مؤاخذه طريشه. عنك يا خالتي. العباية باظت. هات العباية هات العباية. دي العباية لخالتك. دي العباية لخالتك يا روح خالتك. بلا مؤاخذة يا فزيعة والله ما خدت بالي. حصل خير يا فهيم فداك 100 عباية زيها. عاوزك في كلمتين يا عمدة. هو اللي كبهم. كلمتين يا عمدة جوا. من جنابك. لا مؤاخذة عرسي. حصل خير يا عمي حصل خير. تفضلي يا عمي ان شاء الله. تفضلي يا عروسه تفضلي. اشرب يا رباب. ايه يا كابتن كير كير يا كبير لا تعمل ايه يا دي يا ابني اعمل لي فيها عمده يا بقره يا بقره يا بقره يا كبير لهويه لهويه بل بطل لي عبايتي المفضله شاي شاي شاي. لا 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 انا ماليش صالح ماليش صالح يا كبير. الولا فهيم هو اللي عكعكني في الوجع المربربه دي. طب ايه قولك عاد انا انفخك انت وفهيم انح عليك. ابن جنبي يا فهيم صوت عالي هاي صوت عالي يا فهيم. تعال يا فهيم في حاجه فتزع. ايوه لما عريس الغفله عريس امسك فيهم ليه؟ هو بيت ابوك يعني؟ ده عشان برضيك يا كبير قال لي زي اخوك الصغير. وانا لما ابويا مات من 25 لا سنة. لا لا شوف فكك من جو المسرح التدريبي ده. فكك مني ادائك مبالغ فيه مبالغ فيه على الاخر. اخوي اخوي قوم انت تشتغلني اشتغلني تعملهم علي. اسمع يا انت وهو ما حدش حيتفرج على افلام هنا فاهمين؟ فاهمين صوت عالي كبيرك فاهمين؟ فاهمين نفس النفس مع بعض فاهمين؟ فاهمين يلا يا فهيم يلا يا فهيم يلا يا فهيم عدي يا فهيم عدي يا فهيم ايه الوطواب دي؟ افتحوا لك افتحوا. شفت كيف طار كيف القرد؟ عاوز اجرب زيه جرب زيه؟ ايه رايك اني حديك منابه ومنابك يا كبير. لا يا كبير لا يا كبير. كويس انتوا جيتوا. تعالوا الفيلم هيبتدي اهو الطريق الى إلهك. تعرف كلامك مظبوط الارضيه كانت مشوشره حبتين بس احنا الحمد لله مشينا بشوطك ولقيناها على الهود برد. لقيتوا الطريق الى إلهك على الهود برد؟ ايوه الفجر ينقل عظمة في الكرشة فزاع. ايه قصدي فخامة العمدة فزاع. ايه انا طالع اكوع خمس دقايق فوق ارجع الاقي خذ راحتك يا كبير انا اذنك. ايه راح فين انت الله تسمع كلامك بقى بعد ما تحلف عليا وتقعدني عشان اتفرج على الفيلم تقوم تسيبني وتطلع انا؟ ايوه الله انت مش كان نفسك تبقى معانا في الحقيقة مش في ساسة الفضية. ما خليك قاعد معانا وتتسلى. لا انا طالع بس اقعد اقعد خد تعال بس اقعد والله لا انت قاعد اقعد بالله ليقك بالحتة دي. انت بيت اخوك اكتر من اخوات. منور يا عريس منور يا رباب. ولا ربع اللي حصل معانا في الحقيقه.
احنا شفنا حاجات كتيره قوي 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 من اللي حصلت. التوتر كان صعب شويه، عالي قوي قوي قوي. دو 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 دو. الخوف كان اعلى واعلى واعلى. تومتك تومتك. العرق كان مغرق وشي اكتر من كده. عرق اكتر من كده، عرق اكتر من كده. كان زمان غرقت اللغم وقلقت كلاتها. اللحظه دي من اصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي. كان ممكن العمليه كلها تبوظ لو الفتيل ما ركبش. وركب عاد. طب انت شايفه ايه؟ ركب ولا ما ركبش؟ ركب طبعا، ما تقولها يا كبير. ركب ركب. ما كانش هيركب، ما كانش هيركب لولا ان انا ضحيت بنفسي ووضعت نفسي في المهالك، وكل ده في سبيل مصر وفي سبيل الحريه وتحقيق العداله الاجتماعيه. كل ده توصلت بفكره عبقريه الى حل البرايه. خلاص يا حد، والله عارف الحدوته. حتى بالاماره لبست زعلوفه ونزلت بدل الضابط اللي كان جالك احد ولا مش عارف ده ليه. اه صح، كلامك مظبوط. بس هي انا نفسي اقول لك على سر. تعرف يا واد يا كبير، انا في قلبي حاجه كده عاوز افضفض فيها. انت تعرف ان الالغام الثلاثه دي ما كانوش ثلاثه؟ كانوا كام؟ اربعه. لا يا شيخ، وليه طلعوهم ثلاثة؟ شغل سيما بقى، ما انت عارف. وفروا في لغم. لكن اللغم الرابع ده كان موجود في عربية كبيرة ميكروباص. محطوط في الآخر. بوم! لغم فرع! كل اللي في الأوتوبيس ماتوا. كلنا متنا. مت إيه يا عم الشبح؟ ما أنت قاعد قدامي ها. كلنا متنا ما عدا أنا. أنا لواء. ما كانش ممكن اموت موته عاديه كده ابدا ابدا. اللي في الاوتوبيس كلهم ماتوا بوم. انا كنت راكب عربيه جيب جنب الاوتوبيس الكبير، لكن شظايا نطرت من الاوتوبيس بتاع اللغم زي الرز في شظيه بينهم. استقصدتني بقى، قعدت تلف 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 وجت لصاحبها رشقت في ظهري. من ساعتها مش عارف اطقطق ظهري. قوم قوم افتح الباب، مالك سيرش احنا. اقول لك ما طقطق وما طقطقش. اهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير موجود؟ أيوه موجود. نقول له مين؟ قولي له الحاج عوض. بتحت رمبات المية؟ أيوه بالظبط كده. اتفضل اتفضل يا حاج عوض، الكبير مستنيك. طب يا ستي متشكرين قوي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. إزيك يا كبير؟ نورت. الله ينور عليك. أنت عندك ضيوف بقى مش هتكلم معاك. الله، عم نظيم. إزيك يا عم نظيم؟ ده أنت وحشني قوي يا راجل. أنت تعرف عم نظيم يا كبير؟ والله يعرفه من شوية يعني، بس يعني إن شاء الله تبقى معرفة خير. أنت تعرفه؟ إيه اللي أعرفه؟ يا ده عشرة عمر. ده بقى أول شويش أتعامل معاه في مزارع الجيش. أول إيه؟ أول شويش. شويش؟ إن شاء الله. شويش وفتيلة وإيلات وميلات وشظايا عم تدخل في كل حتة يا نصاب. الله، جرى ايه يا عمده؟ احنا جايين نتهزى عندكم هنا في داركم ولا ايه؟ يا معي صحيح طبعا يا لطيف. بس يا حلوف، بس يا حلوف، ده احنا صاب بردك زمل. البيع شغال عندي غفير. ايه واللي جنبك ده سرنجي تمرجي، وخد دي، ده السبب الرئيسي في انتشار فيروس سي في مصر كلها. عم يجمع مخلفات المستشفيات ويبيعها. الشغل مش عيب يا كبير بيه. يلا يا شمام الكل. هو في ايه يا عمده؟ انا مش واخد بالي. أرسيك على كل حاجة. فزاع من جنابي، خدنا سايبك وعلى الأوفيس. اللي مالي صالح وماتوا على الأوفيس. من جنابي تعالى فيه. تفضل يا نظيم بيه. يلا يا رباب، يلا يا عروسة. والله شكلك تطلع أنت مدلين طبر. أنت كمان. هو الراجل ده ضحك عليك في أي حاجة؟ اقعد أنت اشرب شايك وهجي لك خمس دقايق، قول ساعة، ساعة بالكثير. هدية اعملي له شاي. هو في ايه يا مدام؟ ما فيش حاجه، خير ان شاء الله. انت متاكده ان في خير؟ ما تاخدش في بالك، ده عادي. هو انت اول مره تاجي هنا؟ اه